المغطسة الذي تحاولي. الوصول إليه غير متاح. هل أنت مستيقظة؟ لقد كسر كحلك الأيمن. سوف تكون جيدة كأنها جديدة في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر. المشكلة هي في معصمك، الكسر في راحة يدك اليمنى، إنه شديد جدا. هل التزاوي سيء للغاية؟ هل تعملين في المجال الطبي؟ لقد كنت مقيمة لأربع سنوات. نسبة تعافيك قد تتفاوت، لكن في أسوأ الحالات لن تتمكني من العودة للعمل. شكرا لك. فطيرتين مندو لو سمحتي. لماذا لا تأكل في المنزل؟ أتيت لأنني اشتهيت تناول الفطائر. ألا يطعمونك حتى في المستشفى؟ لماذا تبدو نحيفا؟ أنا أكل جيدا، جدولي ممتلئ منذ أن عملت في قسم الطوارئ. لماذا تصر على أن تكون طبيبا؟ لن يعود والدك الراحل لأنك تفعل هذا. وهل كان عليك أن تذهب إلى المستشفى الذي مات فيه والدك من بين جميع الأماكن؟ أعلم أنك ابني، ولكنك غريب. لقد تعيش حياتك، قابل أصدقائك، وعد النساء، فهمت؟ هذان الطبيبان سينضمان إلى قسم الجراحة، هما كانغ دونجو ودو إمبوم كذلك. الطبيب كانغ دونجو خاصة حصل على أعلى الدرجات في امتحان الجراحة الخاصة على مستوى الدولة بأكملها. لدي توقعات عالية بشأنكما، ابذلا جهدكما. شكرا، سأبذل كل جهدي. سأبذل كل جهدي. افعل ما بوسعك. سأبذل جهدي. أتمنى ذلك. سأبذل جهدي. سأبذل جهدي. سأبذل جهدي. هذا هو ابني. عصر التمييز. هذا هو ابني الذي ذكرته لكم، تعالوا معنا من فضلكم. بدلا من المهارة، زمان تحدد فيه روابط العائلة مكانك، حتى في المستشفيات التي يفترض أن تقدر حياة الناس ومساعدتهم على تخطي الصعوبات، فيه نظام طبقي مسيطر على المجتمع حتى في القرن 21. مما رأيته هناك فقط طريقتين لتغيير هذا الوضع، إما أن تولد من جديد كابن مدير المستشفى، وإما أن تنقذ أحد كبار الشخصيات من الموت. مستحيل أن أشرف على مريض من كبار الشخصيات. هذا صحيح، لن يفعلوا أبدا. لهذا السبب لن تتغير الأمور هنا. سأذهب، لدي جراحة بعد 30 دقيقة. مجددا؟ مهلا، ألست تجهد نفسك أكثر من اللازم؟ الطبيب دونجو، مدير المشفى يريدك، اذهب إلى مكتبه. لقد جهزنا جراحة طارئة لمريض مهم، إنه عضو البرلمان مانسوك، المتحدث السابق للمجلس الوطني. أنا آسف، لكن لدي عملية جراحية طارئة اليوم. أوه، لا تكن عنيداً، عليك أن تعيد ترتيب جدول مواعيدك. ألا تعلم معنا أن تحظى بثقة أحد المرضى المهمين؟ لابد أنه تحفة فنية إذن، ويبدو أنك تحتاج شخصاً ليتحمل اللوم في حالة فشل العملية، ويبدو أنني الشخص المناسب. ألست محقا؟ أيها الطبيب كانغ دونجو؟ سأجري عملية مريض الأساسي أولا،
إنه مصاب بتعفن الدم وسيكون في خطر إن قمنا بتأجيل العملية. سأذهب. أوه مهلا مهلا، لماذا أصبحت طبيبا؟ أنت درست بجد واجتهاد، وهذا معناه أنك أردت أن تكون ناجحا. إذا يفتر فيك أن تقتنص الفرص التي تقدم لك. أنت الشخص الذي أتى لغرفة الطوارئ ذات يوم وأحدث بلبلة، أليس كذلك؟ أجل، هذا المريض يعتبر حالة صعبة كما قلت. لديه انفجار وتمزق بالكبد، لذا فرصتك بنجاح العملية لا تتعدى 30%. لكن ينبغي عليك تحمل أعباء المخاطرة الكبيرة لتحظى بهذه الفرصة. أنت تقف هنا وترغب بمواجهتي بدون أن تخاطر بهذا القدر البسيط على الأقل. إذا أردت الانتقام بالفعل أصبح شخصا أفضل منهم. ماذا تعني تأجلت العملية؟ هل هناك غضب في والدي؟ يجب أن أثبت جدارتي من خلال مهارتي مهما كلف الأمر. سأراقب حالته لعدة أيام، من ثم سأحدد موعد العملية من جديد. أنا آسف. أيها الطبيب، أبي بخير أليس كذلك؟ أجل، سيكون بخير. سأصبح أفضل منهم بالتأكيد، سأثبت ذلك حتما. طبيب أو، سأقوم بالفتح الآن، سينخفض ضغط الدم بمجرد أن أفعل ذلك. مشرط، جهاز التنفس. مشرط، شفاط، الكماشة. قم بالتضميد كما ينبغي، بسرعة. اضغط هنا أولا، سنستأصل من الجزء الأيسر الآن. انتبه جيدا، هل المريض بخير؟ نبض القلب يتسارع لكنه بخير حتى الآن. شفاط، الشفاط. مباشرة الحوية لا تبدو جيدة. المشرط، ضغطه من 30 إلى 70 يا سيدي، ويستمر في النزول. الشفاط. اقطع جهاز التنفس. افعل الأمر جيدا، لا يمكن رؤية شيء. سيكون الوضع أسوأ ويستمر هكذا. نسبة النجاح 30%. ما هذا الهراء؟ بعد بدء الجراحة نسبة النجاح لا تتعدى 5%. لقد بذلت ما بوسعي، لكن فشلت. أحضروا جهاز الإنعاش. 200 جول. ابتعدوا، ابتعد. مجددا 200 جول. ابتعدوا، ابتعد. أيها الطبيب، وقت الوفاة الساعة 5:25. مات المريض نتيجة نزيف مفرط أثناء الجراحة. للأسف الشديد لقد توفي المريض أثناء العملية في الأمس. اذهب إلى هنا في الوقت الراهن.
مشفى دولدم؟ أين يقع هذا المكان؟ إنه مشفى صغير محلي في جونسانغ. سأعيدك إلى هنا حالما ينتهي الأمر، لذا لا تفعل شيئا أحمقا واسترخي هناك قليلا. اعتبر أن فترة راحة لك، أفهمت؟ هذا يعني لقد فشلت بالفعل. الذي تحدقين به؟ أعتقد أن لدينا زائر، لكن ربما أخطأ بالمكان. تباً. وصلت إلى جونسان بأمان؟ أنك مشغول وتحاول التأقلم في ذلك المكان، لكن اتصل بي عندما تكون متفرغاً أكثر. لدي فضول. تأكد بألا تفوت وجبات الطعام وتحصل على 3 وجبات، حسناً؟ أعطني المزيد من الدجاج. يا سيد، تمالك نفسك، اتصل بالإسعاف بسرعة. نعم. الإسعاف. هل تعمل هنا؟ نعم. لديكم جهاز قياس النبض؟ موجود، سأحضره حالا.
تفضل. تعرف طريقة الاستعمال؟ تلقيت التدريب لكن ذاكرتي. استمر بالضغط هنا. نعم. كلتا اليدين. نعم. ما الذي تفعله؟ ألا ترى أنني أقوم بإسعاف أحدهم؟ هل أنت مجنون؟ أبعد قدمك بسرعة، أحدهم على وشك الموت، ماذا تفعل؟ هل تحاول أن تقتل هذا الشخص؟ أنت توقف عن ذلك واجلسه باستقامة. استمر في ذلك ولا توقف. ألم تسمعني؟ توقف عن ذلك واجلس. أنا طبيب في مشفى جيوسن الجامعي، لا تتوقف، سيموت إذا توقفت عن ذلك. إذا أردت أن تلعب دور الطبيب لا تفقد صوابك، أو إذا كنت ثمل لا تقدم مساعدته. هذا هو السبب أنك نقلت إلى هنا. أنت أجلس هذا الرجل باستقامة بسرعة. ما خطبك أنت؟ يا إلهي إنك مزعج، تحرك. هل ستتحمل المسؤولية إذا مات هذا الشخص؟ ماذا ستفعل إذا أنقذت أنا؟ سأراهن بحياتي، لن تستطيع ذلك. حسنا، اتفقنا. أيها الأحمق الصغير، تحرك، تحرك. نعم. أمسك به. نعم. أرفع. نعم. أرفع، أرفع باستقامة. دعني أقترض بعض الأدوات. يا رفاق ثبتوا هذا للأسفل. حسنان ثبتوه، ثبتوه للأسفل. لهذا السبب عليك أن تمضغ طعامك بشكل صحيح وأنت تأكل. شكرا لك. لقد عاش.